ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ميرا نيل ارتست. النهارده كنت جايبه لكم وصفات ازاي نقوي ضوافرنا علشان الناس اللي كانت عامله جل وشالته ولا عامله اكليريك وشالته، ازاي بعد كده تحافظ على ضوافرها وتطلع ضوافر طبيعيه جميله وقويه. واول وصفه جبتها لكم هي سهله جدا وبسيطه وممكن اي حد يعملها في البيت، هي ميه وليمون. دي اول حاجه خالص، كل اللي بنتكون منه ميه وليمون. هنجيب القطنه ونبلها ونقعد نعمل كده على كل الصوابع، ولما بنعمل الوصفه دي مش هنغسل ايدينا، يعني احنا هنسيب الليمون بالميه بعد ما نقعد ندعك فيهم في بالدو... طبعا مش هنكون عاملين جل ولا اكليريك، الضوافر الطبيعيه هنقعد نفركهم كده حوالين الجلد اللي حوالين الضوافر بالضوافر. هنقعد نعمل تقريبا كده 5 دقايق على الضوافر كلها، والجناب بالضوافر نفركها كويس قوي بالقطنه. بس في الخطوه دي في الوصفه دي احنا مش هنغسل ايدينا خالص، يعني احنا بعد ما نخلص القطنه ونقعد نعمل كده في الضوافر هنسيبهم ينشفوا، وممكن نكرر الحوار ده في اليوم 4 مرات مثلا، 5 مرات. كل ما تبقي قاعده فاضيه كده امسكي القطنه واقعدي ادعكي كده في ضوافرك، ده هيخلي الضوافر تنبت تاني وتقوى شويه بعد ما الهري اللي احنا كنا عاملينه ده كله تبقى ضوافر قويه شويه. تاني وصفه جبتها لكم عشان نقوي ضوافرنا هي برضو سهلة قوي وبسيطة وحاجاتها كلها في البيت. هنجيب أول حاجة هنجيب عسل وملح وصفارة بيض. هنجيب أول حاجة العسل ونحطه، وبعد كده هنجيب صفار البيض ونحطه، وهنجيب الملح ونحطه، وهنقلبهم كويس. هيبقى شكله كده قوامه بالمنظر ده. وبعد كده هنقوم جايبين قطنه وحاطينها في الصفار والملح والبيض، وهنفضل برده نفرك كويس قوي الضافر والجلد حوالين الضافر كويس قوي الاثنين مع بعض. انا طبعا مش هعمل كده عشان البيض دلوقتي بس. وبعد كده بنسيبها على ايدينا ربع ساعه، وممكن نكرر الحوار دوت مره الصبح ومره بالليل. الوصفه دي حلوه قوي قوي للناس اللي ما عندهاش ضوافر خالص وضوافرها قصيره او بتقرض ضوافرها وعندها مشكله ان ضوافرها تعبانه. الوصفه دي فعلا بتقويها وبتجيب نتيجه حلوه قوي. الوصفه الجايه اللي معانا برده عشان نقوي ضوافرنا وتبقى ضوافرنا كويسه، الوصفه دي سهله قوي. هنجيب 4 فصوص ثوم وحبه ميه عليهم ونضربهم في كبه جامد قوي، وهناخد الميه اللي تطلع من الثوم والميه دي، وبرده هنجيب قطنه ونفضل نفرك كويس قوي الضوافر والجلد حوالين الضوافر. الثوم بيعمل نتيجه مبهره في الضوافر، وهنقعد برده نفرك الضوافر والجلد اللي حوالين الضوافر ده كويس، وهنسيبها ربع ساعه برده. وممكن نكرر كده مره او مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل، هنلاقي نتيجه من اول ان شاء الله 10 ايام هتلاقوا نتيجه ابتدت تبان في ضوافركم ان هي اتحسنت وبقت قويه وبقت كويس. رابع وصفه معانا النهارده برده عشان نقوي ضوافرنا، هنجيب عسل وجريسلين ووايت ورد، هنحطهم مع بعض في حله على النار لحد ما يطفوا شويه، وبعد ما يطفوا شويه على النار هنقوم جايبين خل التفاح ونحطه عليهم ونقلب كويس قوي. وبعد كده هناخد الخليط اللي احنا عملناه ده نحطه في الثلاجه تقريبا نص ساعه، بعد كده هنطلعه وبمعلقه هنقوم حاطينه على الضوافر، وهنفضل ندعك كده بايدينا حوالين الضوافر والجلد علشان خاطر يخش جوه الجناب بتاعت الضوافر، وهنسيبه على ضوافرنا نص ساعه، وبعد كده نغسل ايدينا. وممكن نكررها مره الصبح برده ومره بالليل. اخر وصفه معانا بقى علشان نقوي ضوافرنا سهله وبسيطه قوي، ممكن نعملها في البيت كمان. هنجيب زيت جوز هند وزيت زيتون، وهنجيب عليهم عصر يعني عصرتين ليمون، وهنعملهم نخلطهم مع بعض هما الثلاثه. بس الوصفه دي بقى مش هنعمل زي ما كنا بنعمل في الوصفات اللي فاتت، الوصفه دي هنجيب بعد ما نحطهم هناخد معلقه من كل زيت هنحطها في بوله كده، وهنحط ايدينا فيها ربع ساعه في اليوم زي ما انت عايزه بقى، عايزه تحطي يعني مره في اليوم مرتين في اليوم زي ما انت تقدري. هتحطي ايدك كده في اكنك حاطه ايدك في ميه علشان تطري جلد، هتحطي الصوابع الخمسه في قلب الزيوت دي وهتسيبيها مثلا ربع ساعه، ممكن تكرريها زي ما انت عايزه خلال اليوم. كده قلت لكم 5 وصفات، يا رب تكون عجبتكم وتستخدموها لان هي فعلا بتجيب نتيجه حلوه قوي، وانا مجربه منها حاجات وجابت معايا نتيجه هايله جدا. لو عوزتوا اي حاجه وعايزين تستفسروا عن اي حاجه برده في الكومنتات وانا هرد عليكم.